فانا هعتبر ان المخرج اللي انا عايز احسب له متوسط السعر بتاعه هو مخرج إنارة، عشان انا هوحد الكلام بتاعي بالنسبة للمخرج. فلما اقول مخرج او اقول كشاف فانا اقصد بيه المخرج الكهربي بتاعي. لو انا عندي لوحة كهرباء موجودة على الحيطة، مثلا عند حيطة كده، وعندي لوحة كهرباء موجودة على الحيطة، وعندي كشاف موجود على السقف بتاعي، هنا عندي السقف كده وادي الحيطة بتاعتي، فأنا عايز أوصل من اللوحة بتاعتي لحد المخرج أو الكشاف عن طريق ماسورة هتمشي، هتطلع من اللوحة من هنا تمشي على الحيطة، بعد كده تمشي على السقف لحد ما بتوصل للكشاف بتاعي، بعد كده بحط مخرج في السقف وبنزل منه للكشاف اللي أنا عايز أغذيه أو المخرج اللي أنا عايز أغذيه. يبقى هنا أنا عندي البانل وهنا عندي اللايتنج فيكستشر. دي اللوحة ودي أو ده الكشاف أو المخرج اللي أنا عايز أغذيه، وده الماسورة أو الريسوي اللي أنا همشي فيه السلك من أول البانل لحد اللوحة لحد الكشاف أو المخرج بتاعي. هنا أنا هعتبر إن المسار بتاعي من أول اللوحة لحد المخرج بتاعي أو الكشاف هو ماسورة، عشان فيه بعد كده نوع تاني أو طريقة توصيل تانية هشرحها بعد المثال ده. فأنا طالع بماسورة من أول اللوحة لحد ما بوصل للكشاف، والمفروض بعد كده إن أنا بسعر كل ما يلزم أو كل الماتيريال اللي أنا هستخدمها في تثبيت الماسورة من اول اللوحة لحد الكشاف او المخرج بتاعي. يبقى اول حاجة من المفروض ان انا اخد بالي وانا بسعرها او هتدخل معايا في حسابات التسعير بتاعتي، هي الماسورة بتاعتي اللي انا ممشيها من اللوحة لحد الكشاف او المخرج بتاعي. الماسورة دي المفروض ان هي طالعة من البانل او من اللوحة ماشية بطول معين لحد ما بتوصل للكشاف او المخرج بتاعي. المفروض ان في سلك ماشي جوه الماسوره دي، يعني انا بضرب سوسته من هنا كده في الماسوره وبعدي السلك بيمشي لحد اما بيوصل للمخرج بتاعي. المفروض لو المسار بتاعي اطول من 15 متر بحط حاجه اسمها بواط تريح، يعني بحسب المسار الطول من الاول اللوحه هنا طول ما انا ماشي بعد 15 متر. مثلا لقيت هنا ان المسافه من هنا من اللوحه لحد الجزء ده 15 متر، بحط حاجة اسمها بواط تريح أو اسمه بالإنجليش بول بوكس، اللي هو بواط سحب أو بواط تريح. طول ما أنا ماشي بعد 15 من 15 ل 20 متر وبحط بواط تريح بالمنظر ده، بحيث إن أنا لما بضرب السوستة من هنا بوصل بالسلك لحد المخرج ده، بعد كده بسحب السلك من هنا وبأعيد سحب السلك من خلال البواط التريح ده، بحيث ان هو يسهل عليا عملية السحب بتاعت السلك، لان طول المسار كل ما بيطول كل ما بتقابلك صعوبة اكبر في عملية سحب السلك. لو عاوزين نشوف شكل البواط بتاع التريح ده، لو انا فتحت هنا اول حاجة هنلاقي البوكس، هتلاقي بواط يا اما بواط مربع سكوير بالمنظر ده، الماسوره بتدخل من هنا وبتطلع من الناحيه التانيه، او بواط اللي هو المديول ده كده، ده ثرو من النوع الثرو او النوع العدل. هنا بدخل الماسوره من الناحيه دي وبستلمها من الناحيه التانيه، بحيث ان انا بسحب السلك في البواط ده كل 15 من 15 ل 20 متر. يبقى ده اول او تاني حاجة هسعرها معايا في عملية التسعير اللي هو البول بوكس. هنا عشان احسب عدد بواطات التريح اللي انا محتاجها للمخرج الواحد، المفروض ان انا الان او عدد البواطات اللي انا هحتاجها بيساوي اللينس، التوتال لينس او المسار كلي من اول اللوحة لحد المخرج. ولو افترضنا ان هو مثلا 30 متر، يبقى هنا على 15
يبقى العدد بيساوي 30 على 15، يبقى هحتاج عدد 2 بول بوكس عشان اريح الاسلاك او السلك من اول اللوحة بتاعتي لحد المخرج اللي انا هغذيه او الكشاف اللي انا هغذيه. يبقى كده دي تاني حاجة انا هحتاجها او هسعرها معايا في عملية التسعير، اللي هو بواط التريح. وشوفنا استخدامه ايه، وشوفنا الشكل بتاعه، وعرفنا نحسب العدد بتاعه اللي هو عدد بواطات التريح بيساوي اللينس طول المسار الكلي من اول اللوحة لحد الكشاف او المخرج بتاعي على 15. هنا من 15 ل 20 متر بريح المسار او السلك بتاعي. دي تاني حاجة هاخد بالي منها وانا بسعر، اللي هو بواط التريح. تاني حاجة هنسعرها او هناخد بالنا منها واحنا بنسعر، حاجة اسمها الادابتور. دلوقتي عشان اثبت الماسورة في البواط بتاع التريح او البواط اللي هو فوق المخرج، بحتاج حاجة اسمها ادابتور. بالمنظر او بالشكل اللي احنا هنشوفه ده، لو انا جيت هنا رحت لتاني حاجة عندي اللي هي الادابتور، هلاقي الصورة دي شاملة لكل الحاجات اللي انا هحتاجها في عملية تثبيت الماسورة بالبواط او بالمخرج بتاعي. انا عندي هنا الماسورة بتخش من العين او من الفتحة دي، هنا في فتحات بفتحها في البواط اللي انا بستخدمه للتريح، بفتح واحدة منهم وبدخل فيها الماسورة. لكن عشان اثبت الماسورة في البواط ده بحتاج حاجة اسمها ادابتور. الادابتور ده بيتكون من 3 حاجات. اول حاجة اسمها كونكتور، اللي هو بيركب بره البواط بتاعي. تاني حاجة بحتاجها اسمها اللوك نوت او الصامولة، دي بستخدمها ان انا بربط بيها الماسورة بتاعتي في البواط. يعني بعد ما بدخل الماسورة كده في البواط، بربط الماسورة جوه البواط بحاجة اسمها اللوك نوت او الصامولة. بعد ما بربط الصامولة بستخدم حاجة اسمها كونكتور عشان اقفل على الماسورة بتاعتي بحاجة اسمها بوشنج او البوش. البوش ده بربطه في الماسورة، ودي بتبقى اخر حاجة بتركب عندي في الماسورة من جوه البوط. لو انا رحت شفت شكل كل مكون من المكونات دي لوحده، لو انا رحت للكونكتور، كونكتور هلاقي ان هو بالمنظر ده. هنا الماسورة بتخش من الجنب ده، والجزء ده بدخله في البوط. بعد كده بروح اربط عليه بحاجة اسمها النط او لوك نط اللي هي الصامولة. تالت حاجة في حاجة اسمها البوش، ده بربط الماسورة من جوه البوط بحاجة اسمها البوش. طبعا في الماتيريال او الخامة بتاعت التلات مكونات دول، في منهم يو بي في سي، وفي منهم اي ام تي، وار جي اس، واي ام سي، حسب النوع او نوع الماسورة في التوصيف او في السبيكس بتاعتك بتاعت المشروع. المفروض بتسعر حسب النوع اللي انت محتاجه او الخامة اللي انت محتاجها، لكن انت بتعرف من هنا المكونات اللي انت هتحتاجها، وبتروح تشوف اسعارها عند اي مورد او سبلاير، بتاخد منه اسعار التلات مكونات دول اللي هم الكونكتور والنط والبوش، او هو في شركات بتدي لك التلات مكونات دول مع بعض تحت اسم ادابتور. يعني التلاتة دول بيبقى اسمهم ادابتور. انت لما بتروح للسبلاير بتقول له عايز ادابتور اي ام تي 20 ملي، يعني هتستخدمه الماسورة 20 ملي، فهو بيعرف ان انت محتاج الكونكتور والصامولة اللي هي النط والبوش اللي انت بتربط بيه الماسورة جوه البواط. كده انا المفروض اول حاجة سعرتها الماسورة، تاني حاجة البول بوكس، تالت حاجة الاكسسوارز اللي انا هربط بيها الماسورة جوه البواطات. كل بواط من دول هربط من الناحية دي مثلا بأدابتور، ومن هنا بأدابتور، ولما هروح للبواط ده هربط من هنا كده بأدابتور، هربط هنا بأدابتور، وهنا بأدابتور، وهنا 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 وهنا
وهنا هنا في النزول بتاعي من البواط او المخرج اللي فوق الكشاف بتاعي بنزل بربط بأدابتور. كده العدد بتاع الأدابتور اللي انا هحتاجه في تثبيت المواسير جوه البواطات، ال N هنا بيساوي number of ball boxes في 2، يعني عدد البواطات اللي انا هستخدمها في 2، على اساس ان كل بواط المفروض هربطه هدخل ليه من الناحية دي مثلا بأدابتور وهطلع منه بأدابتور تاني، يبقى كل بواط عندي في السقف هستخدم له عدد 2 أدابتور، بحيث ان كل أدابتور بيتكون من واحد كونكتور، 2 النط او الصامولة، 3 البوش. يبقى انت لو هتجيبهم على بعضيهم هتقول لي مثلا للسبلاير انا محتاج عدد هنا مثلا 3 بواطات، يبقى هحتاج 6 ادابتور. يا اما بتفصل له الحاجه اللي انت عايزها بالتفصيل، بتقول له انا عايز 6 كونكتور و6 صواميل و6 بوش. طبعا الكلام ده بتضربه في عدد المخارج اللي عندك في المشروع، يعني انت لو عندك 100 مخرج بتضرب الستة دي في 100، وهنا ده في 100، وده في 100، يبقى بتروح للسبلاير بتاعك تطلب منه 600 كونكتور و600 نط و600 بوش، او بتطلب منه 600 ادابتور وهو بيفهم ان انت محتاج 600 و600 و600 من كل نوع من الانواع او المكونات التلاتة دول. رقم 4 هستخدم حاجة اسمها إلبو اللي هو بالمنظر ده، او الكوع اللي هو اسمه بالعربي. لو انا عندي مخرج كشاف مثلا كده، انا هرسم الرسمة دي بلان، وعندي مخرج هنا، وعندي مثلا اللوحة بتاعتي هنا كده، عشان اوصل مثلا من اللوحة هنا لحد المخرج بتاعي المفروض الكسرة اللي هي 90 درجة دي بستخدم فيه حاجة اسمها إلبو أو الكوع. الكوع ده يا إما بجيبه جاهز يا إما بعمله يدوي في الموقع. في حالة المواسير اللي هي اليو بي في سي أو المواسير البلاستيك، معظم المشاريع بتستخدمها، المشاريع المتوسطة يعني، بتستخدم كيان او البوز معمولة في الموقع عن طريق ان انت بتعمل كربة او بتتني الماسورة عن طريق السوستة، وبتعمل الالبو ده يدوي، يا اما بتشتريه جاهز زي الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. انا رحت رقم 3 الالبو، هتلاقي شكله بالمنظر ده، بحيث ان الماسورة تدخل من هنا واحوت 90 درجة وادخل الماسورة من هنا التانية، يعني حوت 90 درجة. ده اسمه البو، ده مثلا نوع يو بي في سي او بلاستيك، ده النوع اللي هو المعدن او الاي ام تي من الالبو. طبعا في حالة بقى المواسير اللي هي المعدن الاي ام تي والار جي اس والاي ام سي، بستخدم او بيفضل ان انا استخدم الكيان او الالبوز اللي هي جاهزة، يعني انا بروح اشتري الالبو جاهز على حسب عدد التنايات او الكسرات 90 درجة اللي انا عايز اكسرها او استخدمها في المشروع بتاعي. المفروض ان انا بعد عدد التنايات او التسعين، الزوايا 90 دي اللي انا عايزها. لو انا مثلا احود من هنا لهنا، فانا كده عندي البو في الجزء ده وعايز البو في الجزء ده. لو انا عندي كشاف هنا يبقى انا عايز البو هنا. طبعا انت مش هتعرف تحصر الالبوز او الكيان بتاعتك بشكل اكيوريت او مظبوط، لان انت الشوب دروينج حتى مش بيبقى موضح عليها بالظبط الكسرات اللي انت هتعملها في التوصيل بين المخارج وبين بعضها. فالطريقة اللي هي متبعة لحساب عدد الالبو او الكيان اللي انت هتحتاجها في المشروع، الان بيساوي التوتال لينس
على 10 متر. يبقى انت بتفترض ان انت كل 10 متر عندك في المشروع ان انت هتعمل كسرة او هتعمل تانية 90 درجة. يعني انت لو عندك طول المسار الكلي من اول اللوحة لحد المخرج بتاعك 30 متر، يبقى انت هتعوز متوسط 3 من 2 ل 3 كوع عشان عدد التنايات اللي انت هتمشيها من اللوحة لحد المخرج بتاعك. يبقى هنا عدد الكيان يعني بطريقة تقريبية او رف استيميشن كده بيساوي الطول الكلي او متوسط طول المخرج بتاعي على 10. رابع حاجة من الاكسسوارات اللي هستخدمها في التثبيت بتاع الماسورة او المسار بتاعي حاجة اسمها الكابلينج او الجلبة. التعريف بتاعها جلبة، اسمها بالانجليزي كابلينج وبالعربي اسمها جلبة. الجلبة دي هتبقى بالمنظر ده. لو انا رحت هنا رحت لرابع حاجة اللي هو الكابلينج، هتلاقي الجلبة بالشكل ده. دي جلبة بستخدمها ان انا اوصل ماسورتين مع بعض. يعني لو جت عندي جزء من الماسورة عايز الحم فيه جزء تاني، بستخدم حاجة اسمها جلبة او كابلينج بالمنظر ده. لو انا رحت هنا كده هلاقي ان انا عندي جزء اللي هو اللي فوق ده والجزء اللي تحت، بستخدم حاجة اسمها كابلينج او جلبة اللي هو بالشكل ده، في ان اوصل جزئين او ماسورتين ماشيين في نفس الاتجاه، يعني ماشيين عدل بالمنظر اللي قدامي ده، بستخدم حاجة اسمها جلبة. هنا عدد الجلب اللي انا هحتاجها للمسار بتاعي، الان هنا بيساوي التوتال لينس او الافريج لينس اللي هو طول المسار من اللوحة لحد المخرج بتاعي على 3 متر. طبعا المواسير بتاعت اليو بي في سي او الاي ام تي الطول الستاندرد او الافتراضي بتاعها بيبقى 3 متر. يعني انا عندي كل 3 متر بحتاج ان انا احط جلبة عشان اوصل كل ماسورتين مع بعض. يبقى انا عشان اجيب عدد الجلب اللي انا هستخدمها في المسار بتاعي بقسم طول المسار وليكن مثلا 30 متر على 3، يبقى انا هعوز 10 جلب. خامس حاجة او خامس مكون من الاكسسوارز او الاكسسوارات اللي انا هعوزها في عملية تثبيت الماسورة بتاعتي او توصيلها من اللوحة لحد المخرج بتاعي حاجة اسمها الافيز او الاستراب. هيبقى عندي بالشكل ده. لو انا روحت فتحت الفولدر بتاع الاستراب هتلاقي ان انا عندي ماسورة. الماسورة دي لو ماشية على السقف او ماشية على الحيطة المفروض ان انا بثبتها على الحيطة بالمنظر ده بحاجة اسمها ستراب او افيز. الافيز ده ليه كذا شكل، في النوع اللي هو تو سايدد ستراب، يعني ستراب او افيز بياخد مسمارين او بيتثبت من الناحيتين. في سنجل سايدد ستراب اللي هو بالشكل ده بثبته من ناحية واحدة بس، و ده الدبل سايدد او التو سايدد ستراب. وفي نوع تالت اسمه الهانجر، مش عارف صورته كانت موجودة مش عارف راحت فين، ان شاء الله في الفيديو الجاي هبقى احط صورته. نوع اسمه الهانجر ده نوع برضو بستخدمه في عملية تثبيت الماسورة، لكن كلهم نفس الكونسبت او نفس المبدأ ان انا بستخدمهم في اني بستخدمهم في تثبيت الماسورة بتاعتي على السقف او على الحيطة بتاعتي. يبقى انا على طول المسار بتاعي من اللوحة لحد المخرج المفروض ان انا بثبت الماسورة بتاعتي على السقف مثلا، او خلينا نجيب اللون الازرق. طول ما انا ماشي بثبت الماسورة بتاعتي في السقف كده بالمنظر ده، بحط استراب او افيز. المسافة بين كل افيز والتاني من متر لمتر ونص. يبقى انا لو عايز احسب عدد الافزان او السترابس اللي انا عايز استخدمها او اللي هستخدمها في التوصيل بتاعي، يبقى ال N بيساوي التوتال لينس على 1.5.
لو انا هحط افيز كل متر ونص يبقى انا هحتاج في المسار بتاعي ده مثلا لو هو 30 متر على 1.5 بتساوي، يبقى انا هحتاج 20 افيز عشان اثبت الماسورة بتاعتي من اول اللوحة لحد المخرج بتاعي. سادس حاجة او سادس مكون من الاكسسوارات اللي انا هحتاجها في التثبيت بتاع الماسورة او المسار بتاعي من اللوحة لحد المخرج هو حاجة اسمها الفيشر والسكرو اللي هو المسمار. زي ما احنا شوفنا قبل كده المفروض ان الافيز ده عشان اثبته في الحيطة او في السقف المفروض ان انا بستخدم مسمار عشان اثبته في الحيطة بتاعتي، لكن ما بثبتش المسمار ده دايركت جوه او ما بضربوش دايركت في الحيطة او مباشرة في الحيطة او في السقف بتاعي، بستخدم هنا حاجة اسمها فيشر، يعني بستخدم الهيلتي ان انا اخرم خرم مكان التثبيت بتاع الافيز بتاعي خرم او خرمين، وبعد كده بدخل في حاجة اسمها الفيشر، وبعد كده بروح حاطط الافيز بتاعي واربط بعد كده بالسكرو او المسمار بتاعي. يبقى انا هحتاج برضو عشان اثبت الافزان بتاعتي هحتاج عدد من الفيشرز وعدد من المسامير، عددهم على حسب نوع الستراب او الافيز اللي انت هتستخدمه. يعني لو انت عندك اللي هو ستراب، لو هتستخدم تو سايدد ستراب اللي هو الافيز اللي هو بيتثبت من ناحيتين، يبقى انت هتحتاج عدد فيشرز وعدد سكروز او مسامير بيساوي ضعف عدد الافزان اللي انت هتستخدمها. لو انت هتستخدم الوان او السنجل سايدد ستراب بالمنظر ده يبقى انت هتجيب عدد فيشرز وعدد سكروز او مسامير مساوي لعدد الافزان اللي انت طلعته قبل كده في الخطوة اللي فاتت. اخر مكون او اخر حاجة هستخدمها في عملية التثبيت بتاعت المخرج بتاعي حاجة اسمها الفليكسبل او الفليكسبل كوندويت اللي هي الماسورة المرنة. دي بستخدمها في ان بنزل لو انا عندي سقف ساقط، يعني لو انا عندي السقف بالمنظر ده وعندي بعد كده سقف ساقط بالمنظر ده، السقف ده بيبقى راكب عليه الكشاف او المخرج بتاعي بالمنظر ده كده، والمفروض ان الماسورة ماشية على السقف اللي هو السلاب الخرسانة بتاعي. بعد كده بروح اثبت المخرج او البواط بتاعي اللي هنزل منه للكشاف بتاعي. بعد كده المفروض بنزل من المخرج ده لحد الكشاف عن طريق حاجة اسمها فليكسيبل كوندويت الماسورة المرنة. يبقى انا كده لو عندي سقف ساقط او المخرج بتاعي متثبت على سقف ساقط بستخدم حاجة اسمها الفليكسيبل كوندويت، لازم اعمل حسابها وانا بسعر المخرج بتاعي. لو احنا عايزين نشوف منظرها على الطبيعة هنروح لرقم 7 فليكسيبل، هلاقي هنا ده السقف بتاعي وهنا في بواط اللي هو فوق المخرج، والمفروض ان في جزء سقف ساقط هيتثبت تحت السقف الخرسانة ده اللي هو البلاطات او الجبس عشان انزل من السقف لحد المخرج بتاعي اللي هو هيكون على السقف الساقط بستخدم حاجة اسمها فليكسبل كوندويت اللي هو بالمنظر ده. يعني بدخل السلك بيبقى ماشي في الماسورة بروح اسحبه في الماسورة الفليكسبل بالمنظر ده، وبعد كده بطلع من البواط اروح للمخرج اللي بعد كده. كده احنا شرحنا 7 مكونات او 7 اكسسوارات هستخدمهم في عملية التثبيت، لازم اسعرهم كلهم بشكل مظبوط عشان اوصل لسعر قريب من اللي هيتنفذ فعلا، لان انا لو نفذت او سعرت المخرج او الاكسسوارات دي قليلة جدا يبقى انا هخسر في البند بتاعي، لو سعرتها عالية جدا يبقى انا احتمال ان سعر المشروع او التسعير بتاعي يعلى والمشروع يطير مني في العرض المالي. يبقى انا كده لازم اسعر كل حاجة مظبوط للمخرج بتاعي، لازم تسعر الماسورة والسلك والاكسسوارات اللي هتستخدمها في التثبيت بشكل مظبوط. بعد كده ان شاء الله في 3
حاجات المفروض هيتضافوا على الاسعار او التسعير بتاعك بعد ما سعرت السلك والماسوره والاكسسوارات. لو انا قلت هنا سعر المخرج بيساوي سعر الماسوره زائد سعر السلك او الاسلاك زائد سعر اكسسوارات، اعذروني هنا الخط ممكن ميكونش لطيف عشان بكتب هاند رايتنج. كده ثلاث مكونات اساسيه اللي هو سعر الماسوره وسعر السلك وسعر الاكسسوارات. بيجي بعد كده بعد اما بحسب وبجمع الثلاث مكونات دول بمسك السعر النهائي وليكن انا هرمز له بي اللي هو البرايس، بضربه في نسبة اسمها هالك، يعني بضرب مجموع السعر بتاع ده كله في نسبة هالك وليكن مثلا 3%، بحيث ان انا عندي هيحصل هالك في الاسلاك وفي المواسير وفي الاكسسوارات اللي انا بستخدمها. فانا المفروض بعمل حسابي وانا بسعر ان الهالك ده اضيفه على سعر المخرج بتاعي، وليكن مثلا لو انا عندي سعر المخرج البي ده بيساوي 100 جنيه مثلا، يعني يبقى عندي الهالك بتاعي 3 جنيه. يبقى انا سعر المخرج بعد حساب الهالك هو 103. لو انا بسعر بالجنيه المصري بعد كده، بعد ما سعرت كده انا سعرت ماتيريال للمخرج بتاعي، كل الماتيريال بالهالك بتاعها المفروض ان انا سعرتها. هيجي بعد كده تكلفة زائد تكلفة النقل زائد تكلفة المصنعية. تكلفة النقل، انا عندي الماتيريال دي المفروض ان انا بنقلها من السبلاير لحد الموقع بتاعي. طبعا تكلفة النقل بتختلف من مشروع للتاني، يعني لو انا مثلا الشركة بتاعتي في القاهرة والمشروع مثلا موجود في قنا او في اسوان او في حلايب او شلاتين، يعني المشروع في منطقة بعيدة عني او منطقة في صحراء، يبقى تكلفة النقل هنا هتزيد. هتختلف لو كان المشروع قريب مني او موجود مثلا في القاهرة قريب من الضواحي او من المصانع او من السبلايرز اللي هم هينقلوا لي الماتيريالز دي من المصنع بتاعهم لحد الموقع بتاعي. بعد كده تكلفة المصنعية، تكلفة المصنعية يعني المصنعية بتاعت العمال او الفنيين اللي هم هيثبتوا المخارج دي او هينفذوا الشغل بتاع الموقع. تكلفة المخارج بتختلف بناء على نوع المسار، هل هو المواسير يو بي في سي مواسير بلاستيك ولا مواسير معدن اي ام تي او ار جي اس او اي ام سي ايا كان. طبعا تكلفة الاي ام تي او المعدن بيبقى اعلى من لو كان المسار يو بي في سي او بي في سي بلاستيك، يعني لان هو التثبيت بتاع المخارج الاي ام تي بيحتاج شغل اكتر في التثبيت بتاع البوطات والمواسير وتركيب الادابتورز جوه البوطات والكلام ده كله. طبعا تكلفة المخرج بتزيد وبتقل على حسب عدد المخارج على اللينيا او على الدايرة بتاعتي، يعني انا لو عندي دايرة انارة عليها 10 كشافات هتلاقي مثلا ان تكلفة تركيب المخرج الواحد 100 جنيه. لو انت عندك مخرج مثلا باور لوحده على اللينيا هتلاقي ان تكلفة تثبيت او مصنعية المخرج الواحد ممكن توصل لحد 250 جنيه. بتفرق طبعا زي ما قلنا على حسب عدد المخارج على اللينيا الواحدة، لان لو عندي لو انا جيت هنا كده، لو انا عندي اللوحة بتاعتي وعندي مجموعة من المخارج موجودة على نفس اللينيا هتلاقي ان التكلفة بتاعت انك تطلع من اللوحة بعد كده تروح لأول مخرج دي هي اعلى تكلفة موجودة عندك. بعد كده التوصيل من المخرج للمخرج اللي بعد كده بيبقى سهل نسبيا
بالنسبة للفني أو للصنايعي اللي بينفذ النظام بتاعك. فبتلاقي إن أنت لو عندك كذا مخرج على اللينيا الواحدة، هتلاقي إن مثلا تكلفة التثبيت أو المصنعية بتاعة المخرج ممكن توصل لحد 100 جنيه. أما لو أنت عندك المخرج أو اللوحة بتاعتك وعندك مخرج واحد موجود على اللينيا، فكده الصنايعي هيروح يركب، هيوصل من اللوحة لحد المخرج. ولو عند مخرج تاني لوحديه، هتلاقي ان هو بيروح لوحده كده. عند مخرج تالت هيروح. فبتلاقي ان العملية بقت صعبة ومجهدة بالنسبة له، فهتلاقي ان هو بيسعر لك المخرج الواحد اغلى من هو لو كان في كذا مخرج على اللينيا او الدايرة بتاعتك. هنا ممكن يوصل تكلفة او مصنعية المخرج الواحد لحد 250 جنيه. طبعا تكلفة المصنعية بتختلف على حسب جودة المنتج او جودة الشغل اللي انت عايزها. يعني لو شغل بلدي هتلاقي ان الاسعار اقل من كده كتير، لو الشغل هاي كلاس او يعني سوبر لوكس هتلاقي ان الاسعار هتبقى اعلى من كده، انما دي اسعار الشغل المتوسط الجودة. وهتلاقي برضو ان تكلفة المصنعية بتختلف على حسب الاستراتيجية او طريقة التسعير الموجودة عندك في الشركة، حسب العمالة بتاعتها. العمالة دي مثلا السكن بتاعها على الشركة ولا لأ، المشروع بعيد، فانت هتلاقي العمالة بتزيد بتزود عليك، او الصناعية او الفنيين بيزودوا عليك مصنعيات المخارج. فعلى حسب الكيس بتاعت المشروع بتاعتك بتلاقي ان الاسعار بتتراوح بشكل كبير بتاعت المصنعيات.